أنا معي أربع أولاد وعلى تقريبا على الوحدة وشوي نزل شي أربع سباقات مع بعضهم واختفى جوزي ما عاد شفته. كان ابني دفاع مدني عم بلم جرحى وقالوا اللي عرفته إنه جوزي كان عم بيساعدهم، كان وقع صاروخ بينه عم يجيبوا الجرحى وهيك. لتاني يوم أنا عرفت ابني جابه، لتاني يوم لعارف إنه هيدا أبوه. اخواتي اربعه خمسه سته انصابوا، لا تخيلت راحوا. الله لا يوفقهم، الله لا يوفقهم جميع الدول الاوروبيه وراس البوش. ظفر اجره لمحمد علي، ظفر اجره لعاتقه بسوا راس اللي خلفهم، ظافر اجريهم بروسهم هذول الحرام اللي عم بيأذونا. Here we sort it into these boxes over here to make family rations that last a family for about 10 days. And then from here, these trucks that you see in front of you take it up to the area around Dale, Metten, Shouf area, the hill southeast of here. And there we have teams that distribute it to displaced persons. Thank you.